بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الخلاصة. فهل سألت عن العشاق ما صنعوا؟ تاهوا كقيس وليلى كم بها تاهوا، كلاهما تاه من صب ومن وله، وآثر حلما تشدو مطاياه. هنا القصيدة. إذا كانت القصيدة تعني أنوثة اللغة بكل بهائها ونعومتها ورقة معانيها، فكيف يمكن للقصيدة ذاتها أن تتعامل مع المرأة؟ والمرأة هي رقة الحياة ونعومتها الهامسة. القصيدة حينها تصير أكثر رقة، والحروف تتوهج بالعطر، والمرأة حاضرة بالشعر العربي كله قديمه وحديثه، تتطور مع العصور كما صورتها وتتطور مع الشعر أيضا وأدواته. الخلاصة اليوم تناقش بحثا بعنوان الألفاظ الدالة على المرأة عند شعراء المعلقات العشر. وضيفنا بيدوخنا وياه مع المرأة. هذه الرسالة نوقشت في تخصص اللغويات من قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل، الأستاذ عبد العزيز بن عبد اللطيف الحليبي. بداية نتعرف على ضيفنا من خلال هذا التقرير، تابعونا. عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز الحليبي، بكالوريوس لغة عربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. ماجستير في اللغويات بجامعة الملك فيصل. معلم في مدارس الحرس الوطني عام 1421. معلم في مدارس التربية والتعليم عام 1427. معيد في جامعة الملك فيصل بقسم اللغة العربية عام 1428. محاضر في جامعة الملك فيصل بقسم اللغة العربية عام 1432، ولا يزال. الشهادات والجوائز التي حصل عليها: جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي للمرحلة المتوسطة، شهادة تهنئة وتقدير للتفوق العلمي في دراسة المرحلة الجامعية، شهادة تقدير من عمادة شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للجهود المبذولة في الأنشطة الصيفية. حياكم الله مجددا. دعونا اولا نرحب بضيفنا الاستاذ عبد العزيز الحليبي، حياك الله. الله يحييكم، اهلا فيكم واهلا في المشاهدين. حياكم الله. اولا احنا نريد ان نتوقف عند هذه الرساله ابو لطيف من خلال تلخيص لها بسيط، فنتابع. هذه الرساله رسالة تقدمت بها لنيل درجة الماجستير، وناقشت فيها قضية الألفاظ الدالة على المرأة عند شعراء المعلقات وفقا لنظرية الحقول الدلالية ووفقا لتناول دلالي، وضحت فيه بعض القضايا الدلالية وأثبت بعض النظريات وحاولت نقض بعضها، على سبيل المثال إثبات نظرية السياق ونظرية التحليل الدلالي، أيضا قضية الحقول الدلالية ودور الحقول الدلالية في تفسير الدلالة وتقريب المعنى. كما أيضا تناولت قضية أهمية المرأة من خلال الشعر الجاهلي، وكيف أنها كانت حاضرة في شعرهم حضورا، سواء على الوصف الجسدي أو حضورا اجتماعيا أو حضورا على وجه مستلزماتها في لبسها، في لباسها وفي زينتها وفي حليها وفي مركبها. أتمنى أن أكون قد وفيت جزءا ولو بسيطا في هذا الجانب وفي هذا البحث، وشكرا. بضيف حياك الله، احنا سعداء ان تكون معنا في برنامج الخلاصه، وانت بحثك اليوم بحث يعني حساس جدا، المراه والشعر، ويعني كانه يعني حديث يدلنا او يسوقنا الى الغزل. اول شيء خلينا نسالك عن لماذا اختار
الأستاذ عبد العزيز هذه الرسالة وما الدافع لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للعنوان، عندما نأتي ونقول الألفاظ الدالة على المرأة، فأبدأ أولا في الحديث لماذا اخترت المرأة بالذات. عندما نأتي للشعر الجاهلي ونتناوله في أي دراسة، نجد أن المرأة قد احتلت مكانة خاصة وأصبح وكانت ركنا أساسا في القصيدة الجاهلية. فالبكاء على الأطلال وذكر المحبوبة كان تقليدا لا بد منه لكل شاعر، خاصة في شعر المعلقات تجده لا بد وأن يبدأ مثلا في قصيدة امرئ القيس بمعلقته يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. ثم يبدأ تتوالى الأبيات في الحديث عن المحبوبة ليخرج بعد ذلك إلى الغرض الذي يريده في قصيدته. فهذه المكانة المهمة للمرأة في الشعر الجاهلي جعلتني أرى فيها مجالا للبحث، وذلك من خلال استخراج هذه الألفاظ التي كانت المرأة محورا فيها. أيضا قضية اختياري لشعر المعلقات أو شعراء المعلقات ودواوينهم للأهمية التي كانت عليها شعراء والشعر المعلقات، لما كان له مكانة وأهمية في الشعر الجاهلي. أيضا نقطة مهمة أردت الوصول إليها، وهي من أسباب اختيار البحث. طبعا من أسباب اختيار البحث، وهي خدمة المعجم العربي، وذلك بوضع معجم من الممكن أن نقول أنه معجم خاص بالمرأة في وفق نظرة شعراء المعلقات. تستاهل والله بالتأكيد، خاصة أنها احتلت مكانا ليس بالقليل في شعر شعراء الجاهلية. نقطة أخيرة أيضا في الأسباب، وهي قلة الأبحاث التي استخدمت وعملت على تطبيق النظريات اللغوية أو النظريات الدلالية الحديثة، ما يتعلق مثلا نظرية الحقول الدلالية، نظرية السياق، نظرية التحليل الدلالي، قلة هذه الأبحاث وتطبيقها في الشعر الجاهلي. فكان هذا حافزا لي أن أتقدم بهذا البحث كبحث يعتبر استكمال لمتطلبات، وإن كان البحث كبير نوعا ما. واهتمامك بالمرأة واضح يعني. والله طيب. وفق الاهتمام الشعراء بها. طيب. يعني هم الجاهليين لو سمعوا بهذه الرسالة كان يعني تغيرت أمور كثيرة عند الشعراء. لكن أنا بسألك عن يعني اللي أنت تعرضت في بحثك إلى الأوصاف الجسدية للمرأة، يعني الشعراء المعلقات الذين لم يرعوا اهتماما كبيرا كما رعى الإسلام الاهتمام بالمرأة، إلا أنك أنت دخلت إلى جوانب متعلقة بالأوصاف الجسدية، يعني لماذا هذا التحديد تحديدا؟ يعني في الحقيقة الأوصاف الجسدية أو الألفاظ الدالة على الأوصاف الجسدية عند المرأة عند هؤلاء الشعراء قد احتلت نسبة هي الأعلى ما بين الألفاظ الأخرى الدالة على المرأة، حيث وصلت إلى نسبة 44%. 44% من الألفاظ كانت أوصاف جسدية. صحيح هنالك ألفاظ دل على حياة اجتماعية، ألفاظ دل على زينة لباس، لكن الأوصاف الجسدية كان لها النصيب الأكبر. يعني المجتمع الجاهلي هذا مجتمع مادي أناني يعني؟ وفقا لما هو موجود أمامنا من ألفاظ، فعلا كان نظرته إلى المرأة كانت نظرة حسية، نظرة تميل إلى الجانب المادي أكثر من الجانب المعنوي. ولقد الآن ذكرت كلمة أناني، فعلا الشاعر الجاهلي كان أنانيا آنذاك، فهو يتكلم عن مشاعره تجاه المرأة وما يراه جميلا عند المرأة، لكنه لا يأتي إلى مشاعرها وأحاسيسها لا كما هو الآن موجود في بعض الشعراء أو أغلب الشعراء في العصر الحديث. لكن أنت تريد أن تصل لعلك إلى أنك تقول أن الأوصاف الجسدية التي كان يعتني بها الجاهليون قديما هي ليست يعني عيبا، بالعكس هي كانت مهمة جدا، ولهذا أنا كتبت هذه الرسالة. هل الأستاذ يعني عبد العزيز يريد أن يقول هذا المعنى؟
من ناحية دراسة دلالية ودراسة للألفاظ هي طبعا مهمة. أنت بدأت مشكلة بالأوصاف على طول يعني ما؟ لأنها احتلت هي المكان يعني الأكبر. الآن الفصل الأول أغلب البحث أو النسبة الأكبر تجاه في الفصل الأول لأن الشعر الجاهلي هكذا اهتموا فقط بوصف المرأة ببيضاء العوارض مثلا، يأتي ويقول عنها حوراء، ويقول عنها مثلا يصف أسنانها بالمنصب، يصف أسنانها بالمفلجة. يعني هذا بيت المجال يعني اللي عشان نقرب صالة المشاهدين، عطنا بيت وخلينا نفهم كيف الوصف الدلالي اللي تقصده. يعني على سبيل المثال عندما نأتي لقول امرئ القيس بانوا وفيهم حرة ميالة حوراء آنسة من اللعس، نجد امرئ القيس هنا حشد مجموعة من الألفاظ الواصفة للمرأة. يعني عندما قال بانوا وفيهم حرة، هذا طبعا وصف نقول ندرجه ضمن الحقل، طبعا هي نظرية الحقل الدلالية من الممكن لو نتكلم فيها المجال يضيق لذلك، لكن هي تدخل في مجال الحياة الاجتماعية. عندما يصف المرأة بحرة دلالة على أن هذه المرأة كريمة وهي من سادة قومها. ثم يأتي ويقول كلمة ميالة، ميالة طبعا هي معادل دلالي، إنما أراد به الشاعر لم يرد أنها ميالة أنها تتمايل، وإنما أراد للدلالة على أنها هيفاء، أنها مخصرة بهذه الدلالة بهذا الشكل. لم يكتفي بذلك وإنما حشد أوصافا أخرى فقال أنها حوراء وهي صفة للعين، صفة للعين، وإن كان فيها اختلاف لغوي قد ناقشته في الرسالة، فما المقصود بكلمة حوراء؟ هنالك من قال شدة سواد العين في شدة بياضها، وهنالك من قال أنه يدل على بياض المرأة، هنالك من اشترط أن تكون العين الحوراء لابد أن تكون على البيضاء فقط، يعني لا توصف المرأة بأنها حوراء إلا إذا كانت بيضاء. وإن كان هذا البيت وهذا الشاهد الذي ذكره امرؤ القيس يخالف من رأى ذلك من أصحاب المعاجم، وكان نعم الأزهري هو من ذكر في تهذيب اللغة أن الحوراء يشترط أن تكون بيضاء لتوصف بالحور في عينها، لكن ينقض ذلك الرأي ما ذكره امرؤ القيس في هذا البيت تحديدا عندما قال حوراء آنسة من اللعس. كلمة اللعس تدل عن طبعا اللعس هي السمرة في المرأة، هم طبعا السمرة سواء في الشفة أو السمرة في جسد المرأة، فنقض ما ذكره الأزهري لأن الآن هي حوراء في عينيها لكن هي سمراء أيضا. والله العزاب لو اسمعوك الآن تكون هناك مجال للخطوبة على طول يعني. يعني معناه أن هذه الأوصاف اللي تتكلم عنها سواء كانت يعني التي يتغزل بها عادة الشعراء، دائما يتغزلون بقضية عيون العيون الشعر الجسد إلى آخره، يعني هذا البحث قادك إلى أنك تصور المرأة بطريقة مثالية، أنا هذا الذي أرى من خلال بحثك. هل أنت تريد أن تصل إلى أن ما هي المرأة المثالية التي يريد أن يصل إليها سعد عبد العزيز بغض النظر عن ما كانت تقوله يعني الأشعار العرب في الجاهلية؟ في الحقيقة عند النظر لشعر شعراء المعلقات وبما لديهم من أوصاف قاموا بحشدها وتناولها بالنسبة للمرأة، لو أردنا أن نضع معيارا جماليا للمرأة لوجدنا أن المعيار سيكون غير دقيق. السبب في ذلك أن الشعراء آنذاك ومن الممكن حتى الشعراء الآن أو هي نظرة عامة عند الرجال، على سبيل المثال عندما نأتي للأعشى نجده في عهده السابق في بداية شبابه يتغزل بالمرأة ويذكر لها أوصافا جاء في لما شاب وكبر أصبح الجانب حاسة اللمس تظهر بشكل أكثر عند الأعشى، فبدأ يهتم بالقضايا التي تدل على الألفاظ الدالة على امتلاء الجسد مثلا على سبيل المثال. في امرئ القيس مثلا على سبيل المثال وتوصلت في يعني النظرة الجمالية اختلفت. أول خلنا نبسطها للساده المشاهدين، أول كانوا يشوفون أن المرأة المتينة هي أحلى، الآن اختلف يمكن الوضع. حتى سابقا طبعا هم كان تخيل الألفاظ الدالة على امتلاء جسد المرأة
هو يعتبر الحقل الأكبر في البحث كاملا. يعني عدد الوحدات الدلالية التي استخدمت للدلالة على امتلاء جسد المرأة بكل تفاصيله بكل أطرافها حتى في قدميها في ساعدها كان هو الأغلب عند الشعراء الجاهليين. لكن في نفس الوقت نجد على سبيل المثال عند امرئ القيس مثلا نجد أن المعيار عنده لجمال المرأة غير دقيق أو لا يسير على وتيرة واحدة. مثلا يعني أنا انتهيت في البحث إلى نتيجة وملاحظة دلالية أن أو أسلوبية أن امرئ القيس كان يصف المرأة كيفما استمتع بها، فهو يجد جمالها في جانب، هذا شيء خطير، ثم يأتي يجد جمالها في جانب آخر. على سبيل المثال عندما يأتي لي يريد أن يصف جمال فم المرأة فتجده أحيانا يصف أسنانها يقول عنها منتصب، بمعنى أن أسنانها هيئة أسنانها متساوية، لكن في موضع آخر يصف جمالها بأن أسنانها مفلجة يعني وهو تباعد الثنايا والرباعيات. إذن اختلفت نظرته، هنا رأى جمالا في استواء الأسنان وهيئتها، هنالك رأى جمالا في التفرقة. أيضا حتى في اللون نجده كثيرا ما يمدح البيضاء، لكنها حتى السمراء كان لها نصيب من المدح. بل حتى على سبيل المثال وهنالك أمر غريب، كثيرا ما كان يمدح الهيفاء المخصرة الميالة رشيقة القوام، لكنه في أحد أبياته نجده أنه يصف المرأة بذات العكن، بمعنى وهي الأطواء في بطن الجارية وكأنها كانت جمالا عنده. فننظر إلى يعني اختلال الميزان عنده، وكأنما المسألة كيفما وجد يعني جمالا في المرأة وصفه. يعني المسألة ما هو أنا جمال، أنا أحب المرأة في جمالها في البياض مثلا، لا. جميل. طيب حضور المرأة في شعر المعلقات هل هو سلبي أم إيجابي؟ أنا أخذ منك هذا الجواب بس بعد فاصل. حياكم الله مجددا اعزائي المشاهدين، ونرحب بضيفنا الاستاذ عبد العزيز الحليبي. تكلمنا عن حضور المراه في شعر المعلقات، انت تراه هل هو سلبي ام ايجابي؟ في الحقيقه هو في ظاهره ايجابي. يعني لو نرى الحضور المراه اين جاء؟ تجده جاء في سياق الغزل، في سياق المدح، في سياق اللهو والترف. أيضا كانت ركنا أساسيا وتقليدا ظاهرا في القصيدة العربية، القصيدة الجاهلية لو أردنا تخصيص ذلك. لكن في حقيقته هو جانب سلبي، لأن المرأة إنما صورها بجانب حسي، جانب مجرد خال من المشاعر وخال من الأحاسيس. طيب أنت لامست في بحثك في يعني محورك الثاني حول يعني الدلالات على الحياة الاجتماعية عند المرأة في العصر الجاهلي،
وكان حديثك عن الحياة الاجتماعية في العصر الجاهلي قديماً، يعني هل هذا المعنى فعلاً كان حاضر؟ وإلا فعلاً الجاهليين هؤلاء كانوا يهينون المرأة ويعذبونها ولا يحترمونها؟ في الحقيقة يعني لو أردنا أن نتناول قضية الحياة الاجتماعية، أنا يمكن لخصتها في قضية وضع هذه الألفاظ وتناول هذه الألفاظ في حقول دلالية. لعلنا الآن يعني أتناول الحقول الموجودة داخل المجال الدلالي، وهو قضية الألفاظ الدالة على الحياة الاجتماعية عند المرأة. فنجد أول حقل دلالي هو الألفاظ الدالة على الطبقات الاجتماعية في المجتمع النسائي. فنجد هنالك عندهم ثلاث طبقات. أولا الطبقة العليا، ونجد مجموعة من الألفاظ يعني وجدت في الشعر الجاهلي أو وجدت في شعر الشعراء المعلقات مثل حرة، كريمة، عقيلة، وهي تدل على أن المرأة كانت آنذاك مصانة وكانت موقرة ومحترمة، لكن جانب من النساء هي الطبقة العليا. ثم تأتي طبقة الإماء والجواري، ونجد بعض الأمور المتعلقة في طبقة الإماء والجواري. مثلا من الأمور التي وصلت لها في البحث أن كانت وظيفة الغناء كانت مرتبطة فقط بالأمة، يعني لم تكن الحرة كانت لا تغني، كانت لا تضرب العود، لا، لكن كانت مرتبطة مثلا القينة، كانت هي التي تغني وهي أساسا أمة. أيضا الكرينة التي تقوم بضرب العود مثلا هي أيضا من الإماء. يعني الآن الذين كانوا يضربون على القيام في ذلك العصر كانوا هم من الإماء، أما الحرة فإنها الحرة لم تكن كذلك، وإنما كانت عقيلة. الله، هذه رسالة إلى المجتمع الحالي. نعم، هي كانت عقيلة، ومن كما يقارن الآن كلمة عقيلة على سبيل المثال دلالتها في تدل على المرأة الكريمة، وأيضا هي تدل في أصل اللغة على المال الكريم. أيضا من الطبقات كانت الطبقات العاملة، كانت هناك طبق مثلا الناصفات مثلا اللي هم الخادمات، أيضا المواشط، الماشطة هي التي تقوم بتزيين الشعر كوافير مثلا في عصرنا الحالي. نأتي أيضا لظاهرة اجتماعية أخرى، وهي قضية ممكن أحاول أني أختصر بعض الظواهر بشكل سريع. الحياة الزوجية، كانت الحياة الزوجية حاضرة في شعر هؤلاء الشعراء، خاصة من كان لديهم استقرار في حياته مثل سهير بن أبي سلمى، الحارث بن حلزة، أيضا النابغة الذبياني. لكن تخيل أننا نجد فراغا معجميا في الألفاظ الدالة على الحياة الزوجية عند امرئ القيس وعند طرفة. البحث جاء بجواب على هذا التساؤل، لماذا؟ طبعا الآن امرئ القيس يعد هو شاعر المرأة ما بين الشعراء اللي أنا تناولتهم، لكن نجد فراغا معجميا عنده وعند طرفة. والسبب ذلك عدم الاستقرار لا في حياة طرفة ولا في حياة امرئ القيس، مما أدى إلى وجود فراغ معجمي في الألفاظ الدالة على الحياة. طيب خلينا نسمع إلى نماذج من هذه المقطوعات وشعر المعلقات عشان يكون السادة المشاهدين يعني. والله أنا ودي أني أتعرض إلى بعض الأمثلة الموجودة عندي في شواهد، ممكن أتناولها من ناحية تناولا، وإن كان فيه نوع من الجانب أكاديمي على اعتبار سأتناول كلمة على سبيل المثال كلمة فاحم. أنا تناولت كلمة فاحم في على اعتبار أنها لفظ. فأولا أنا يقوم بحثي على معالجة في البداية، يقوم بالمعالجة المعجمية لهذا اللفظ. طيب، في كلمة فاحم مثلا في اللغة الفحم الجمر الطافي، والواحدة وحمة إلى آخره، يبين معنى كلمة الفحم في اللغة وهي الجمر الطافي. لكن لما نأتي إلى القصائد الموجودة أمامنا أو الأمثلة الموجودة أمامنا نجد اختلافا في الدلالة. الدلالة هنا على شدة سواد الشعر وحسنه، شدة سواد الشعر. كلمة فاحم استخدمها الشعراء لكن ليس للدلالة على الفحم والجمر. طيب أعطينا، وإنما على سبيل المثال نأتي عند امرئ القيس، وهي طبعا استخدمت معادلا دلاليا. يقول على سبيل المثال وفرع يزين المتنى أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكلي. الآن كلمة فاحم إنما جاءت للدلالة على ماذا؟ على
شدة سواد الشعر. وطبعا هذه وأيضا عند الأعشاء على سبيل المثال: مبتلة هيفاء، رود شبابها، لها مقلة رئم وأسود فاحم. أيضا جاء كلمة فاحم للدلالة على سواد الشعر، وهي طبعا يخلص الموضوع إلى بعض الملاحظات الدلالية. من الممكن أن أقرأ أحد أهم الملاحظات الدلالية على هذه الأبيات وكلمة فاحم، وهي قضية غياب بعض الوحدات الدلالية التي ترتبط بلون الشعر. يعني في هذا الحق الدلالي أو الألفاظ الدالة على لون شعر المرأة، وجدنا أنه فقط لم يتناول الشعراء إلا فقط اللون الأسود. طيب أعطينا إحنا مثال أيضا يعني سريع يعني لقضية بيت من الأبيات التي استخدموها من أجل معالجة هذه القضية. أعطنا مثال سريع نفس معالجة هذه نعم. القضية نعم. أولا دعني أكمل قضية اللون. يعني في الشعر الجاهلي لماذا ركزوا على اللون؟ طيب. يعني مثلا على سبيل المثال هنالك فرغ معجمي لم نجد اللون مثلا الأشقر، يعني فقط صار كان الجمال عندهم في اللون الشعر الأسود فقط. وهو يدل طبعا كونهم استخدموا هذه الألفاظ فقط دون غيرها، احتفالهم بهذا اللون دون غيره. نأتي لمثال آخر وشاهد آخر، وهو قد يكون تحدثنا عنه بشكل في دقيقة واحدة. نعم، في كلمة كرينة. كرينة أساسا في اللغة تستخدم للضاربة بالصنج أو بالصنج. فنأتي إلى استخدم نفس اللفظ لبيد بن أبي ربيعة، استخدم هذا اللفظ في قوله: بصبوح صافية وجذب كرينة، بموتر تأتاله إبهامها. هنا نلاحظ بعض الملاحظات الدلالية على هذا البيت. استخدم صحيح كلمة كرينة، كرينة للدلالة على ماذا؟ على الجارية الضاربة للصنج. لكن هنالك مصاحبات دلالية استخدم الشاعر معها هذا اللفظ وسياق داخلي للبيت، وهو سياق لحظة هذا اللفظ اللي هو لفظ الكرينة الدالة على المرأة التي تضرب الصنج، لم يستخدمه إلا في سياق اللهو وسياق والمصاحبات الدلالية التي تدل على كلمة موتر، صبوح، وهي الخمر. يعني هذه مما يدلك على أن الكرينة والغناء كان يصاحبه شيء من الخمر وبعض المظاهر التي طيب أنا خليني أتجاوز هذا الموضوع إلى قضية أن المرأة كقيمة جمالية بما اختلفت عن يعني القصائد الحديثة. يعني إحنا سمعنا هذا النموذج، القصائد الحديثة أين اقتربت وأين ابتعدت من هذا المعجم الدلالي الذي تكلم عنه؟ في الحقيقة هنالك اختلاف كبير ما بين تناول الشعراء القدماء للمرأة وتناولها عند المحدثين. فالمرأة عند القدماء جانب حسي، جانب مادي، بينما في المرأة في شعراء المحدثين هي أصبحت عند بعضهم أشبه برمز، رمز من خلاله يعطي الشاعر رسائل، ومن خلاله ممكن تأدية مجموعة من الأغراض التي يريدها الشاعر. على سبيل المثال عندما نأتي لشاعر المرأة في من شعراء المحدثين ممكن نزار قباني مثلاً. نأتي لنزار قباني مثلا، استخدم المرأة في كثير من شعره، ولنتناول قصيدة شهيرة هي قصيدة غرناطة على سبيل المثال، عندما قال في مطلعها: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بلا ميعادي. في هذه القصيدة الشاعر استخدم المرأة كي يذهب بنا بعيدا إلى تاريخ الأندلس، كي يذهب بعيدا من خلال عيني هذه المرأة. ذهبنا إلى ما يشعره الشاعر من فقدان هذا التاريخ، من فقدان هذه الحضارة التي فقدناها. حتى أنه في آخر القصيدة يقول ذاك البيت الذي أعده من أجمل الأبيات، فيقول: عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زيادي. فهذه المرأة لم تكن فقط حسية، عيناها جميلتان كذا، وإنما أدى رسالة عن طريقها. أيضا مثال آخر سريع، وهي قضية أنانية، وذكرتها أنت في البداية، أنانية الشاعر الجاهلي. الشاعر الجاهلي كان ينظر إلى مشاعره لكن لا ينظر إلى مشاعر المرأة، لكن بالمقابل الشاعر الحديث هو يتكلم بلسان المرأة أحيانا ويصف مشاعرها. على سبيل المثال قصيدة الأرملة
المرضي علي معروف الرصافي عندما قال: لقيتها ليتني ما كنت ألقاها، تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها، أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه في الخد عيناها. الآن يعني خلع من نفسه وكأنه يتكلم بلسانها ويحس بإحساسها، لم نجد ذلك عند الشعر الجاهلي. جميل. إذا أراد يعني الحديث حقيقة ممتع، لكن إذا أراد الأستاذ عبد العزيز أن يلخص هذه الرسالة الغنية الثقيلة لثقل يعني مكانة المرأة في الإسلام، بماذا يقول في أقل أيضا من دقيقة؟ في الحقيقة يجب ألا نظلم الشعراء الجاهلين مهما تحدثوا عن المرأة في جانب عموما في العصر الجاهلي، ليس فقط ما انتشر عنهم من ظلم وإجحاف للمرأة. نعم هو موجود، وبعض القضايا كانت موجودة لديهم وظواهر، جاء الإسلام فأبطل هذه الأمور ووضع مبدأ أساسيا يحترم المرأة ويضع لها حقوقها ويحترم كرامتها، لكن أيضا كانت هنالك من المظاهر الجيدة التي كانت موجودة في الشعر الجاهلي. فكانت على سبيل المثال كانت المرأة منعمة مترفة، في كثير من قصائدهم نجد الألفاظ مثل نؤوم الضحى، مثلا الضحى دلالة على أنها ما تجلس إلى الضحى، فهي منعمة. جميل. تخدم. نأتي لألفاظ قليلة الجرس، مثلا قليلة الجرس معناها أنها لا يسمع صوت لحليها، طبعا كانوا يهتمون بالحلي، فيدل على أنها لا تعمل ولا تتحرك. جميل. أيضا قضية الخدر والمراكب، الطرف العام الذي كانت تعيشه المرأة، إذا كانت في جوانب كثيرة، المراكب التي كانت تركبها وكانت مراكب فائرة تخصص للمرأة، الهودج وغيرها. نعم. لم يكن الرجل يمتطي بعيرها، أما المرأة فلا تمتطي إلا هودجا. يعني هناك حقيقة اهتمام، هنالك اهتمام صحيح، هنالك إقصاء للمرأة في رأيها، في مشورتها، لا كما هو يعني جانب المرأة فقط، هنالك تجدهم في على سبيل المثال في هي جانبها فقط، منزلها منعمة مرفهة، في الحمل والولادة تجد على سبيل المثال من مظاهر كلمة مثلا مذكار استخدمها ظن النابغة، دل على أنها تلد الذكور، هو مدح تلد الذكور، لكن الإسلام فيها طبعا فيها ذات رحم مثلا، معناها أنها تلد كثيرا. هذه المرأة بالنسبة للسرعة، لا شك أن هذه المرأة هي أم وزوجة وأخت لها مكانة في الإسلام. وأيضا بعض الشعراء الجاهلية احترموا المرأة، وبعضهم مثل ما تفضلت أنها كانت تحمل جوانب مادية، يعني ربما احنا نشكر لك هذه الإضافة وهذه المشاركة أستاذ عزيز، ونتمنى إن شاء الله أن تحظى هذه الرسالة بأن تكون من ضمن زوادة مكتبتنا العربية بإذن الله. والشكر لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. خلاصتنا في هذه الحلقة: إبحار في الشعر وتوحد في ملامسة الشعر الجاهلي للمرأة وكل ما يتعلق بها من مظاهر وسلوكيات وجماليات. أجاد باحثنا التحليق في الدلالات والألفاظ، وأجاد البوحة أيضا: أليس العطر أنوثة الورود؟ المرأة هي الشعر كله، وهي الأنوثة والعطر معا. وباحثنا الأستاذ عبد العزيز الحليبي لخص لنا الحوار فقال: الحياة الشعر والشعر هو المرأة، كلاهما إذن في حالة الجودة والبياض الوجداني يعادل الحياة. في أمان الله.